هذا وقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هناك مجموعة واحدة من المدنيين تمكنت من مغادرة الغوطة الشرقية عقب إقرار الهدنة، معتبرا أن الوضع في المدينة صعب ومعقد. وقد اتهم بوتين في مؤتمر صحفي مع المستشار النمساوي، اتهم الفصائل المسلحة في الغوطة بقصف دمشق يوميا بحوالي 70 قذيفة بما في ذلك منطقة السفارة الروسية.